الإنسان يذهب للعمل التطوعي لكي يبحث عن المتعة والسعادة. السعادة تأتي في الأخذ وتأتي في العطاء، ولكن سعادة الأخذ لحظية تنتهي بمجرد امتلاكك للشيء. يعني إذا كنت سعيد بأنك ستحصل على سيارة، بمجرد حصولك على هذه السيارة ستنتهي هذه السعادة وستبدأ تبحث عن ماذا؟ شيء، عن شيء آخر. ولكن سعادة العطاء سعادة لا تنقطع أبدا. وإذا تسمح لي، أنا عندي بس قصة كذا أعطيك إياها في هذا، في هذا الجانب. مرة من المرات يعني اتصل علي صديق عزيز، أيام كان الخميس إجازة، يعني الكلام هذا مرة قديم، فقال لي: أبو عبد الملك، أبا مر عليك البيت، أنت فاضي؟ قلت نعم. أخذني في السيارة وذهبنا إلى مستشفى الملك عبد العزيز للأورام اللي في المحجر. سألته في الطريق، قلت له: مين من الجماعة أو من الأصدقاء المعارف مريض وسنذهب إلى زيارته؟ قال لي: ما في أحد، أنا بس عندي عمل تطوعي نهاية كل شهر أروح أسلم على المرضى وأرجع بيتي، يا سلام. وحبيت أخذك معايا. لم ينتهي الأمر والجمال عند هذا. كان يمر وكان فيه خفة ظل وخفة دم، لا يدخل على مريض إلا ويتركه ضاحكا باسما، يا سلام. وينتقل من غرفة إلى غرفة ومن غرفة إلى غرفة، إلين وصلنا إلى غرفة فيها طفل صغير أضناه التعب وأضناه الدواء، فبدأ يمازحه، لكن الطفل لم ينبس ببنت شفا ولم يبتسم كغيره. غادرنا الغرفة، ما قدر عليه، لا ما قدر عليه. لما خرجنا إلى الخارج كنت بتجه للسيارة، فأمسك بيدي كما يمسك الأب بيدي ابنه ويرشده، قال: فين رايح؟ قلت: بنروح. قال: روح اشتري لعبة، وأشار لي على الكشك هذاك اللي في بداية المستشفى، قال: روح اشتري لعبة وأعطيها هذا الطفل. فرحت اشتريت لعبة ورحت أعطيتها هذا الطفل. والله يا أخوي أويس، إنه يقلب في اللعبة زي كذا ويطالع فيها ورسم ابتسامة عريضة جدا، شعرت أنني سعيد. ثم خرجت إلى صاحبي، قال: ماذا حدث؟ قلت: ابتسم. قال: حصل المطلوب. وقال لي كلمة في السيارة بالبلدي كذا، قال لي: إذا حبيت تسعد الآخرين يا أبو عبد الملك، إذا حبيت تسعد يا أبا عبد الملك أسعد الآخرين. يا سلام. فبدأت أنشر بين طلابي والطالبات في جامعة الملك عبد العزيز تعريفا للسعادة، ولو أن السعادة معرف ولا تعرف، ولكني كنت أقول لهم دائما: السعادة هي الشيء الذي إذا أعطيت الآخرين منه يزداد رصيده عندك. يا سلام. لذلك الدوافع قد تكون دوافع دينية، وقد تكون دوافع للبحث عن المتعة وعن السعادة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.